في أولى مباريات الدوري المصري الممتاز 2021 2022 لاحظنا في مباراة البنك الأهلي ومباراة طلائع الجيش إصابة قوية جدا لمحمد دبش لاعب البنك الأهلي، وده الخبر الأول معانا، وهنتكلم عن تفاصيل الإصابة بتاعته. أما عن الخبر الثاني فهنتكلم عن الخبر اللي جمهور النادي الأهلي كله عايز يسمعه وجمهور أيضا نادي الزمالك كله عايز يتأكد منه، هل فعلا محمد الشناوي هيشارك في مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك واللي هتقام طبعا في يوم 5 نوفمبر ولا مش هيشارك؟ وده الخبر الثاني معانا. هنتكلم عن غضب حارس الاهلي السابق والاعلامي احمد شوبير من الجنوب افريقي فيتسو موسيماني، وده الخبر الاخير معانا. ولكن قبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جت في العرضه. في البدايه كده، لو انت مش مشترك في القناه واول مره تشوفني، اتمنى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو انت عايز تعرف كل اخبار الكره المصريه، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك لان اللايك بيخلي الفيديو يظهر لكل الناس اللي عندي على الشانل. وتعالوا كده سريعا نروح نشوف قصه اصابه محمد دبش لاعب مدافع البنك الاهلي. باختصار كده يا جماعه، احنا وصلنا لمرحله مش مهم انك تموت بس المهم ان انا اخد الكوره، مش مهم انك تتصاب اصابه تقعدك في بيتك بس المهم انا اخد الكوره. النهارده جون انتو يا جماعه علشان ياخد الكوره باي طريقه عمل اصابه صعبه جدا لمحمد دبش مدافع البنك الاهلي، وهي طبعا بكسر كامل في الفك، وده طبعا اللي خلاهم على الفور نقلوه الى المستشفى الجوي العام. بصراحه يا جماعه احنا كنا امبارح بنتكلم عن فكره ان الحارس بتاع الاتحاد الليبي مع حمدو قلهوني، وقلنا لكم ان الحارس ده ما يستاهلش الطرد بس، لا هو يستاهل كمان انه ياخد عقوبه، يستاهل كمان ان تفرض عليه عقوبه، لان انت كده مش داخل انك تاخد كوره او مش داخل انك تحافظ على الكوره بتاعتك، لا ده انت داخل تاذي اللاعب اللي قدامك. وحصل النهارده، يعني انت عارف يعني ايه كسر في الفك؟ دي قصه كبيره جدا كلنا عارفين بحاجه زي كده. فعلشان كده احنا عايزين الدوري يمشي بشكل لطيف، مش مهم الكوره تضيع، مش مهم الهدف يضيع في 60 داهيه الكوره في 60 داهيه الهدف، ولكن اللاعب اهم من كل شيء، اللاعب اهم حاجه، لان طبعا اصابه بسيطه خالص ممكن تاثر تاثير سلبي بشكل كبير جدا على اي لاعب وتخليه يقعد في بيته بمعنى اصح. دلوقتي طبعا الفحوصات الاولى لمحمد دبش بتقول ان في كسر كامل في الفك بتاعه، ونتمنى طبعا الشفاء العاجل لمحمد دبش مدافع البنك الاهلي. وتعالوا كده سريعا نروح نشوف قصه غضب احمد شوبير. النهارده اتكلم احمد شوبير ومتضايق جدا ومتنرفز جدا من ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني خلى الراحه النهارده، مع ان المفروض الراحه كانت تكون امبارح. فهو بيتكلم احمد شوبير بيقول ان انا متضايق جدا ومستغرب جدا من الفكره من اساسها، يعني ايه حد زي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المفروض انه ياخد كان الاجازه بتاعته او الراحه بتاعته في امبارح مش النهارده، ليه اخذها النهارده؟ انت المفروض خلاص عندك بكره وبعدين بعده الماتش، فالطبيعي ان انت تبقى جاهز، ما يبقاش في راحه قبل المباراه بيومين، لا انت المفروض ان انت تكون جاهز وتمرن اللعيبه وتبدا تتكلم مع اللعيبه بشكل مستمر، خصوصا طبعا ان انت لسه في اولى مباريات الدوري. طبعا المفروض انه ده هيكون دوري، نتمنى ده ان يكون دوري مميز، دوري مش زي اي دوري، الاخطاء تكون قليله خصوصا الاخطاء التحكيميه اللي طبعا بتعمل زعر كبير جدا وبتعمل مشاكل كبيره جدا ما بين الانديه كلها، مش شرط بس اهلي او زمالك او اسماعيلي او المصري او الانديه اللي ليها جمهور بس، لا مع كل الانديه يا جماعه. صراحه احنا بنشوف اخطاء كتيره جدا، نتمنى ان الحكام تكون كوادر تقدر تقود مباريات مهمه زي المباريات اللي تقام في الدوري المصري الممتاز. اتمنى ان الدوري المصري الممتاز يكون من افضل الدوريات في العالم ان شاء الله. وده طبعا الموضوع بتاع قصه غضب احمد شوبير من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. تعالوا نروح للخبر اللي كل الناس زي ما قلت لكم في الانترو كل الناس مستنياه، كل الناس حابه تسمعه وبقوه. محمد الشناوي حارس مصر الاول وحارس الفريق الاول بالنادي الاهلي هيشارك في مباراه القمه ما بين قطبي القاهره الاهلي والزمالك ولا لا؟ ده السؤال اللي ناس كتير جدا شغاله عماله تتكلم، ولكن في مصدر بيقول لك ان محمد الشناوي هيكون جاهز مش بنسبه 100% ولكن هيكون جاهز ويقدر انه يشارك في مباراه القمه ما بين الاهلي وما بين الزمالك. طبعا الخبر ده خلى ناس كتير جدا تكون سعيده، ده ما قالش كده بس، قال لك لا ده هو اساسا كان جاهز انه يشارك في التدريبات الجماعيه، ولكن طبعا الجنوب افريقيا بيتسو موسيماني قال لك قبل ما يشارك في التدريبات الجماعيه وقبل ما يشارك في المباراه لازم يكون جاهز بنسبه 100%. وطبعا على فكره يا جماعه المصدر بيقول لك ان هو جاهز انه يشارك في التدريبات، عارف يعني جاهز انه يشارك في التدريبات؟ اذا يبقى جاهز انه في التدريبات الجماعيه، انا بخص كده ما بقولكش في التاهيل، لا بقول لك ان هو جاهز انه يشارك في التدريبات الجماعيه، اذا يبقى هو جاهز انه يشارك في المباراه. ولكن طبعا ده قرار الجهاز الفني، قرار الجنوب افريقي بيتسو موسيماني من الناحيه الطبيه، قلنا عشان نكون متفقين محمد الشناوي من الناحيه الطبيه جاهز انه يشارك في مباراه القمه، ولكن القرار قرار الجنوب افريقي بيتسو موسيماني او الجهاز الفني، هل هيوافقوا ان اللاعب يشارك في المباراة
المباراه بتاعه الاهلي والزمالك ولا مش هيوافقوا. لو وافقوا خلاص اذا يبقى تمام. ولكن المصدر وضح ايضا وقال لك ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني يعني عايز يخليه يرتاح شويه، عايز يديله فتره راحه كمان، فتره كمان للتاهيل علشان يبقى ايه نازل جاهز بنسبه 100%. ده اللي عايزه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، مش عايز مثلا يبقى عندك اصابه بسيطه لا مع بسبب المشاركه في المباريات تخلي الاصابه بتاعتك ممكن تزيد او تخليك تبقى مهيئ انك تتصاب اكتر من الاصابه اللي عندك او بنسبه اكبر في الاصابه اللي عندك. لا قال لك لا احنا ممكن نتلاشى كل الحاجات دي كلها ونعمل ايه بقى، نخلي محمد الشناوي يرتاح. ولسه مفيش جديد، ولكن دي اخر التقارير اللي خرجت بخصوص مشاركة محمد الشناوي حارس النادي الاهلي من عدم مشاركته. ده باختصار كان الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل اخبار الكرة المصرية، واكتب لي رايك في التعليقات بخصوص مشاركة محمد الشناوي. تتمنى انه يشارك او مش تتمنى؟ لان كل الناس هتقول لك نتمنى انه يشارك، انا ما بقولكش تتمنى، انت من وجهة نظرك يشارك ولا لا بخصوص انه ممكن يكون مش جاهز بنسبة 100%؟ اكتب رايك في تعليق.